الموسيقار العالمي فتحي سلامه منورنا عبر شبكه ايرام نيوز. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. النهارده احنا موجودين في حدث الموسيقار العالمي الايطالي موجود في مصر وحضرتك وهو بيشيد بيك بموسيقى، شايفها ازاي والتعاون بينكم من بعض؟ يوجينيو بيناتو فنان ايطالي معروف وشاطر جدا، وفي حاجات مشتركه بيننا كتير، اولها ان هو يوجينيو اصلا من جنوب ايطاليا، يعني صعيد ايطاليا تعال نقول، فهو بيستعمل الموسيقى بتاعتهم اللي هو غالبا بيستعمل حاجه اسمها ترانتيلا وبعدين بيطورها. كان في بيننا مشروع بيني وبين يوجينيو من حوالي مش فاكر 2004 2005، والمشروع ده لعبنا بيه حفلات كتير جدا في مدن في ايطاليا وفي شمال افريقيا كمان. وانا سعيد النهارده موجود ان هو موجود، انا جاي الحقيقه اشوف يوجينيو. يعني استاذ فتحي ما ينفعش حضرتك تكون موجود معانا وما نتكلمش عن الموسيقى والاغاني، رايك ايه في الاغاني، مستوى الاغاني في الوطن العربي في الوقت الحالي؟ مريضه. ايه الاسباب؟ ايه الاسباب؟ اسباب كتيره، يعني انا بشوف انه الفكره نفسها بقت مفقوده، يعني الناس كلها بتاخد من ماضيها ومن حضارتها وتبني عليه، مش معناه انا مش مؤمن بان احنا نحط يعني الحاجات في تابوت كده هتموت اللي هو الموسيقى التقليدية، لكن لازم تستعمل أصولك وجذورك وتطورها. ده مش حاصل خالص. اللي حاصل حاليا غالبا هو تقليد الغرب بس بتقنية أوطى وبمعلومات أقل، فنتيجة لكده فقدنا هويتنا. اي حد بيسمع مثلا يعني اي حد مش عربي، نقول اوروبي امريكاني استرالي اي حاجه من دول، لما يجي يسمع المزيكا دي هو مش هيهتم خالص. هنا الناس فاهمه ان هو هيهتم عشان ان هو بيعمل زيه، يعني لا خالص العكس، ده شيء ما يهموش على الاطلاق، هو شايف ان دي موسيقى شبه بتاعته بس اوحش بكتير وبلغه كمان مش فاهمها. طب لو استاذ فتحي بيسمع مطرب معين او مطربه معينه على مستوى الوطن العربي بيحب يسمع مين؟ لا انا مش بفكر كده خلاص، هي مش فكره، ما هو ده اللي مودينا ورا، هي مش فكره مطرب ومطربه، يعني البرامج دي كلها انا ضدها تماما، مش عايز اقول اساميها طبعا، دي برامج متخلفه اصلا، هي طبعا فورماتس اصلا جايه من الخواجه، يعني هي موجوده بره، لانه اللي بيجي في البرنامج ده بيعمل كفرز، يعني بيغني اغنيه لفلان او لفلانه، ما بيغنيش حاجات بتاعته، مفيش اي جديد. هو لسه جديد يا استاذ فتحي برضه، يعني لسه مطرب مبتدئ هيغني اغنيه ايه؟ مش هيقدر يعمل اغنيه جديده، فبيغني اغنيه من التراث مثلا. ايوه بس لما يغني اغنيه من التراث لازم يعملها بطريقه مختلفه. احنا عندنا فكره المطرب اللي يقول لك صوته حلو وما صوتوش حلو والكلام ده اي كلام، ده تكلف. واخد بالك؟ هو مش احنا مش في عصر عبد الحمولي. كويس، لازم يبقى عنده فكره بيقدم شيء جديد، واخرج من ده بقى على المهرجانات، موسيقى المهرجانات هنا في مصر، لانه في ناس كتير تقول لك موسيقى وحشه وموسيقى وحشه، انا بقى شايف ان المهرجانات دي هي الشيء الوحيد الجديد اللي طلع من مصر خلال يمكن ال 20 سنه اللي فاتت ولا 15 سنه اللي فاتت. اوكي قد ناخد عليهم ان بعض الكلام بيكون خارج او حاجه زي كده، لكن بوجه عام هي الفرق بينهم وبين التانيين ان هم فعلا بيعملوا حاجه كانها هيب هوب او راب، بس طالع من هنا من الجذور هنا برتم شرقي، فاصبح حاجه بين الاثنين. وعلشان كده الفرق الوحيده دلوقتي اللي بتطلع بره وتبقى ناجحه هي فرق المهرجانات. انت راي حضرتك اختلف مع راي الموسيقار الكبير حلمي بكر بالنسبه لاغاني المهرجانات؟ انا ماليش دعوه بحلمي بكر خالص، وهو ليه تجربته وليا تجربتي، وانا ما بعتزش بتجربته اصلا. تمام. ماذا يتمنى الموسيقار فتحي سلامه من الموسيقى العربيه؟ انه زي ما انا قلت لك انه يعني انا مش عايز اقول ان الموسيقى العربيه تبقى نرجع 50 سنه ورا ولا 100 سنه ورا، لكن التراث بتاعنا اللي هو العميق ده والغني ده لازم يستعمل، لكن يستعمل بطريقه جديده. ما ينفعش نبقى عندنا كل ده، يعني الاجانب مثلا بيحبوا جدا ومنهم يوجينيو بيناتو بيحبوا جدا الموسيقى بتاعتنا القديمه، لكن لما يجي يسمع اغنيه مثلا من الاغاني الموجوده دلوقتي زي ما قلت لك
هو بقى سامعها كانها دي اغنيه ايه، ايطالي امريكاني، دي ايه بالظبط؟ مش هويه مع عربيه، مفيش اي هويه اصلا، لا عربيه ولا اتوبيس حتى يعني.